رمضان دايما في مصر مختلف عن اي بلد، احنا دايما مميزين بليالينا المختلفة الرمضانية والاجواء في مصر مختلفة، فانا سعيدة جدا برمضان هنا السنة دي وسط اهلي وعيلتي. يعني اهلا بيك. اولا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. خلينا اقول ان رمضان دايما في مصر مختلف عن اي بلد تاني، يعني انا مش مقتنع ان انا اقضي رمضان غير في مصر، فطبعا احنا دايما مميزين بليالينا المختلفه الرمضانيه والاجواء في مصر مختلفه، فانا سعيده جدا برمضان هنا السنه دي وسط اهلي وعيلتي. يعني اكتر اكله، هي مش اكله واحده الحقيقه، انا بحب اكلات يعني، وخصوصا الحلويات، القطايف بقى والكنافه والحاجات الحلوه دي. انا اصلا ما بعملش اي حميات غذائيه، فما فيش اي حاجه بتتعرض مع اي حاجه عندي. بص، هو عاده الشغل اللي في رمضان بيكون مش زي غير رمضان، فبيبقى عندنا وقت اطول شويه في رمضان للعيله وللاسره. يعني انا بحب اقضي رمضان اكتر وسط عيلتي وسط اسرتي، طبعا ما بين عزومات وعبادات، طبعا دي على جنب لوحدها يعني. بس أغنية أنا المستحيل فيديو كليب، كانت الأغنية كلمات أحمد حسن رؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع أسامة سامي. الكليب كان من إخراج تميم صوت، صورناه في بالي إندونيسيا. اشتغلت على الأغنية دي فترة، من أحب الأغاني اللي أنا عملتها لقلبي، وسعيدة طبعا بردود الأفعال عليها لحد دلوقتي والحمد لله. أكيد في رمضان وغير رمضان السوشيال ميديا جزء من حياتنا. يعني هو في، بص، اكتر من نوع من انواع النقد، في نقد انا ما بشوفوش اصلا او بعتبره مش موجود، وفي النقد الطبيعي اللي ممكن يغير منك يخليك للاحسن ويعليك ويخليك تطلع لقدام. بس يعني البلوك موجود والردود اوقات بتبقى موجوده كمان. طبعا الاختيار يعني ما فوتش ولا سيزن، و كلهم طبعا يعني الاختيار حتى السنه دي كمان في اكتر من نجم كبير من نجوم الدراما، سواء كان كريم عبد العزيز، احمد عز، احمد السقا، وكمان ياسر جلال طبعا مع حفظ الالقاب. بس خلينا نتكلم عن حاجه كل مصر بتتكلم عنها، وهي اتقان النجم ياسر جلال لدوره. بجد عامل دور هايل، عامل مجهود جبار، يمكن عشان كلنا معاصرين الوقت ده حاليا، فاحنا واخدين بالنا قد ايه اتقان كل حاجه من اول كاستنج. وعايز طبعا اشكر واخص بالشكر المخرج العبقري بيتر ميمي على اختياره للشخصيات، على يعني التفاصيل اللي بيركز فيها، الاماكن بالديكور بكل حاجه. يعني بص، ايا كان مفيش حاجه اسمها لون مزيكا ينزل فياخد البساط او يسحب البساط من تحت الالوان الاخرى. خلينا نقول ان زي ما في مستمعي للمهرجانات، في ناس كمان برضو بتسمع الاغنيه الشبابيه المتعارف عليها، وفي ناس بتحب تسمع اغاني قديمه، وفي ناس بتحب تسمع راب، وفي ناس بتحب تسمع تراب. فكل ما كان في تنوع في اشكال الغنى، انا شايفه ان ده حاجه مش وحشه، بالعكس. يعني والله مش لو هعمل مهرجان مش هعمله بشهر بشكل المهرجان قوي، برضه هعمله بشكلي انا الشخصي، لان زي ما قلت لك يعني كل حد بيختص باللون. يعني انا مش، ما ينفعش مثلا انزل اقول لا انا قررت ان انا اغني شعبي، مش شبهي، مش لوني، مش كاركتر صوتي كمان. ان شاء الله يمكن قريب باذن الله. في تحضيرات انا ومين عطا بنعمل اغنيه حلوه قوي قوي ان شاء الله تعجب الناس. ان شاء الله كل سنه طيبين. الفتره المقبله في اكتر من سنجل هينزلوا تباعا، وفي اكتر من عمل درامي لسه بفاضل بينهم يعني. وبس، شكرا ليك، شكرا.